تفضل. الترويح بالمزاح جائز؟ لا يجوز لا بالمزاح ولا بغير المزاح، بل بعض المزاح وصل إلى الترويع أنه سبب المرض، بل سبب شيء في القلب، وبعض المزاح يسبب ترويع. يا جماعة وصل مرحلة بعض الناس في الترويع أنه اتفقوا مع الشرطة واتفقوا مع بعض الجهات الأمنية ممن هم من أقاربهم، وقالوا نريد أن نمزح مع فلان وهو أخي أو ابن عمي أو صديقي، ثم هؤلاء الجماعة كلهم أتوا قالوا له يا أخي أنت معتقل وبجريمة، دخلوا الباب وطرقوا الباب وفتحوا فوضوا وشوفي شرطة، شوفي يا عمي جايين نقبض عليك، شو تقبض علي أنت متهم بالجريمة الفلانية. التمس وشاب ودخل مرض، اخر اشي ولا اصحابه بيستنوا في برا، ايه مزحه ممزح معك، شو مزحه ممزح قطعت خلف الزلم وادخلت الروع الى قلبه وادخلت الحزن الى اهل بيته، وكل هذا اخر شيء بتقول لي بمزح معك والشرطي هذا صاحبنا واحنا اسفين بمزح معك، هذا لا يجوز. فالترويع بحجه المزاح حرام.